اهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. بيت سيماتري 2019، ستيفن كينج مرة تانية بيعود للشاشة. هو واحد من اهم الكتاب الامريكان في مجال الرعب، طبعا هو يعني ملك الرعب، في قدم اعمال كتير جدا للسينما الامريكية. اطول سلسلة ليه مثلا Children of the Corn، دي كانت سلسلة طويلة، لكن اعماله بقى المؤثرة هنتكلم عنها في النص التاني من الحلقة. اعماله بقى في الثمانينات والتسعينات وفترة الالفينات اللي اثر بها السينما الامريكية، سواء بقى دراما او سواء في مجال الرعب طبعا اللي هو يعني متخصص فيه، منهم اللي اتنقل عن رواياته، ومنهم اللي عن قصص قصيرة، ومنهم اللي عن نوفيلا ليه. فيلم بيت سيماتري 2019 هو متاخد من نفس الفيلم، يعني ريميك او اعادة انتاج مرة تانية لنفس الفيلم اللي اتعمل في الثمانينات. الفيلم طبعا هو بيتكلم عن جيسون كلارك، هو البطل، عامل دور دكتور لويز، ومراته معايا ريتشل وبنتهم الصغيرة، اتنقلوا لمكان جديد للإقامة كعادة أفلام الرعب. انت بتلاقي دايما العيلة راحوا مكان جديد واتفاجئوا بقى ان المكان فيه حاجة، سواء بقى مقبرة، سواء أشباح، سواء يعني احنا متعودين على كده في أفلام الرعب، مفيش جديد يعني. فهو طبعا اتنقلوا للمكان ده، وبعدين لقوا بقى البنت الصغيرة شافت ناس أو أطفال ماشيين لابسين ماسكات حيوانات وليهم طقوس خاصة كده، بيعملوا ريتشوالز، طقوس مرعبة. فهي بدأت تسأل هو ايه اللي بيحصل، ففيهم جار اسمه وجود، القطة بتاعتها الصغيرة ماتت. فهم بقى ايه، الجار ده عرف الأب اللي هو دكتور لويس. دكتور لويس كان قايم بدور هنا اللي هو ما بيؤمنش بالحال الأخيرة يعني وكده، ويعني فايه اتعرف على جود ده وقال له بص انا، انت عايز القطة دي، بنتك يعني عايزاها ضروري؟ قال له اه، كانت بتحبها وكذا. قال له خلاص احنا هنعيد بعثها من جديد. طبعا هو كان استغرب، خدوا المكان معين دفنوا فيه القطة، رجعت تاني للحياة بشكل بقى مرعب المرة دي، يعني اي حد يكلمها بتخربش، بتهجم عليه، مش عارف ايه، راجعة بشكل مرعب. فسأل جود وكده، جود قال له هي دي يعني أسطورة موجودة، هو نفسه ما كانش يعرف هي حقيقية ولا لأ، لروح شريرة اسمها ويندجو. كان يعني وراله حتى الكتاب بقى، وراله الكتاب بيقول له ويندجو دي بتعيد بعث الأرواح مرة تانية، بس بتيجي بقى بطريقة طبعا مختلفة تماما عن يعني بتبقى فيها الروح الشريرة بقى، بتبعث من جديد اه لو انت عايزها، ولكن بشكل مرعب. بعد كده بتموت البنت الصغيرة صاحبة القطة نفسها، بتموت في حادثة سيارة قدام حفلة كانوا بيحتفلوا بعيد ميلادها وكده. فطبعا الأب بقى ما بيتملكش نفسه وبيروح يحاول يعمل نفس الطقوس مرة تانية اللي عملها للقطة ورجعها، بيعملها بقى للبنت المرة دي، وبترجع برضه بشكل مفزع وتقتل اللي حواليها، لحد يعني هي سلسلة من إن كله بيحاول يعيد بعث اللي بيفتقده، لحد ما العيلة كلها بترجع للولد الصغير اللي هو اللي لسه باقي، ده الوحيد اللي ما ماتش. فإنما هم كلهم، كل حد منهم يموت يقتل التاني ويروح يحاول يبعثه مرة أخرى بالشكل الشرير اللي استحوذ عليه ويندجو. فهو فيلم يعني أنا شايف تقييمه كفيلم مرعب يعني، وإحنا ما بعدناش بنترعب قوي يعني من الكلام ده، ولكن يعني عشان ستيفن كينج وعشان برضه إن إحنا لازم نشوف الفيلم القديم بتاعه برضو اللي هو بيت سيماتري اللي هو القديم بقى اللي ده متاخد عنه، فممكن تديله 7 من 10، 7.5 يعني. افلام الرعب عموما مش عارف احنا اللي ما عدناش بنتاثر ولا هي ما عدتش مرعبه، بس هو احنا بقينا يعني بس عشان ستيفن كينج وقصته وكده، فممكن تقول 7، 7.5 من 10. نتكلم بقى في الجزء التاني هنا عن ستيفن كينج نفسه وليه هو من اهم الكتاب اللي اثروا السينما الامريكيه بافلامه. وهنا هنتكلم بقى احنا ممكن نتكلم بالترتيب الزمني، مش لازم نقسمها دراما ورعب، احنا هنقول في النص هو ايه الدراما اللي كانت منهم المشهورة، طب ايه وايه هو الافلام الرعب. لكن هنشوف اول حاجة عملها هي كاري، ده كانت اول حاجة كتبها اصلا واول عمل مقتبس ظهر على شاشات السينما. بعد كده في الثمانينات عاد بقى بقوة كبيرة، اقتبسوا منه يعني افلام جامدة جدا بقى، ستاند باي مي فيلم ممتاز بيتكلم عن الصداقة، وذا شايننج طبعا جاك نيكلسون هنا دور يعني طبعا من اشهر الافلام، ذا شايننج يعني ده اللي هو ماست واتش يعني، اي حد لازم تقول مثلا لستة افلام هتنصحه بده ان هو هيتشاف يعني ذا شايننج. وكمان كان في كريب شو، ده كان من اوائل الافلام اللي يمكن شفتها زمان، كنت
كنت جايبه على هو في الثمانينات، بس انا كنت جبته زمان ايام بقى نوادي الفيديو والكلام ده، كان يعني مرعب فعلا. يعني في التسعينات بقى كانت يعني احنا شفنا بقى ذروة الابداع بقى لما السينما خدت من ستيفن كينج حاجات، يعني بنتكلم في دريم مايل وبنتكلم في شوشانك ريديمشن، اتنين من اهم افلام العالم، مش هقول بقى السينما الامريكية، هقول من اهم افلام العالم. يعني دول برضو من الافلام الدرامية اللي لازم تتشاف، يعني في افلام كده تحط في القايمة دي التوب. يعني كان معاهم كمان فيلم ميزري برضو من الافلام الشهيرة لستيفن كينج. طبعا دي الافلام اللي انا بختارها في كل حقبة زمنية، يعني مش بقول كل الافلام اللي هي في الثمانينات، لان هما كتير يعني كتير قوي في الثمانينات وفي التسعينات وفي الالفينات، انا بختار كده ايه مجموعة من كل 10 سنين. فبنيجي بقى مثلا لسنة في فترة الالفينات هنلاقي بقى هارتس ان اتلانتس، طبعا انتون هوبكنز برضو فيلم درامي عظيم، وعندنا فيلم 1408 ده من الادوار برضو الجامدة جدا لجون كوزاك، وهو يعني فيلم مرعب بس بذكاء بقى. في افلام كده مش مجرد مرعب اللي هو رعب تخويف والكلام من ده واشباح، ولا لا ده فيلم رعب ذكي. هو و رايدنج ذا بوليت برضو من ستيفن كينج برضو في فترة الالفينات، وعندنا كمان فيلم دريم كاتشر برضو ده من الافلام المميزة لستيفن كينج في الالفينات، حاجات اللي هي لازم تتشاف. طبعا في افلام كتير في غيرها في الالفينات، لكن دول يعني المجموعة اللي انا بختارها. من الافلام بقى الاحدث طبعا ات اللي كان لسه قريب يعني شايفينه، وجيرالدز جيم ده برضو فيلم لستيفن كينج، و1922 ده خوفنا بقى من الفيران. لو احنا اعتبرنا ان بيت سيماتري خوفنا من القطط، يعني القطة لما رجعت بشكل مرعب في بيت سيماتري اللي بيربي قطة ممكن يخاف منها. ده بقى كان في هجوم في ايران فظيع، وكان في قصة قتل زوجة وكده، فهو فيلم برضو فيه فكرة جميلة جدا اللي هو 1922. وجيرالدز جيم برضو من الافلام اللي هي كانت لسه قريب موجود على نتفليكس. يعني من كل الافلام دي من كل المجموعه دي لو اخترنا التوب يعني اللي ممكن اي حد يختار بقى لستيفن كينج، هتقول طبعا شاوشانك ريديمشن مع دريم كاتشر وذا جرين مايل وذا شاينينج وهارتس ان اتلانتس. هي المجموعه دي طبعا يعني هو شوفوا عمل كام فيلم من اخر السبعينات لحد لسه لحد دلوقتي اعمال بتتعمل وهتتعمل مقتبسه منه، وهيفضلوا يعملوا كمان، ده غير اللي بيعملوا مقتبسه منه جديد. طبعا في ريميك بيتعمل جديد، يعني مثلا يبقى فيلم معمول في الثمانينات نعمله تاني في الالفينات بشكل جديد. فهو هيدان امداد ستيفن كينج للسينما الامريكيه ممتد على طول، لانه من اهم الكتاب زي ما قلنا، واعماله باعت فوق 350 مليون نسخه، رقم مرعب 350 مليون نسخه حول العالم، وخد جوائز يعني كل الجوائز يعني اللي ممكن تتخيلها الكاتب ستيفن كينج خد عدد كبير جدا من الجوائز طبعا. ففيلم بيت سيماتري هو فيلم جيد، يعني ممكن زي ما قلنا 7.5 مثلا من 10. في اجزاء مرعبه، قصته طبعا عشان ستيفن كينج هي طبعا قصه ممتازه، فبنصحكم تشوفوه اللي بيحب يعني افلام الرعب. ورب تكون الحلقة عجبتكم ان شاء الله، واشوفكم على خير في الحلقة الجاية، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، ومتشكر ليكم.